السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محدثكم خالد الساحلي. اليوم إن شاء الله راح نبدأ مع بعضنا كورس جديد ومهم جدا للغاية. هذا الكورس وهو اللوس سيركوليشن دريلينج، راح نعرفوه وأيضا راح ناخذ أنواعه وتصنيفاته وكيفية معالجته والتعامل معه. اللوس سيركوليشن أو اللوس سيركوليشن هو عبارة عن فقدان سائل الحفر أثناء عملية الحفر. فقدان سائل الحفر أثناء عملية الحفر يعتبر من أهم المشاكل اللي تواجهنا أثناء حفر آبار النفط وآبار الغاز وأيضا حتى آبار الماء، لأن فقدان سائل الحفر راح يترتب عليه مشاكل عدة، منها إن راح يصير عندي كوك وبلو أوت وراح يصير عندي ستاك. بطبيعة الحال لما يصير فقدان لسائل الحفر فإن جزء كبير من سائل الحفر تدخل للطبقات المحفورة، وعليه راح يصير انخفاض في ارتفاع عمود سائل الحفر داخل البير، والنتيجة لذلك راح يصير انخفاض بالهيدروستاتيك بريشر، فقد يتغلب الفورميشن بريشر على الهيدروستاتيك بريشر ويصير عندي كيك. بشكل عام فقدان سائل الحفر أثناء الحفر أو تسرب سائل الحفر للطبقات المحفورة يسمى باللوس سيركوليشن. اللوس سيركوليشن راح يترتب عليه عدة مشاكل، من ضمن هذه المشاكل أن كل ما يصير هروب لسائل الحفر إلى داخل الطبقات راح يصير عندي ما يسمى بالبايب ستيكينج أو الستك بايب، راح يصير عندي التصاق لجزء من أنابيب الحفر بالطبقات المحفورة نتيجة لهروب سائل الحفر واندفاع الهيدروستاتيك بريشر باتجاه الطبقات. أو بمعنى آخر لما يصير عندي فقدان سائل الحفر راح يصير عندي انخفاض في عمود سائل الحفر، وبالتالي راح يقل عندي الهيدروستاتيك بريشر وراح يصير عندي كيك، لان الفورميشن بريشر راح يتغلب على الهيدروستاتيك بريشر. ايضا فقدان سائل الحفر داخل الطبقات راح يسبب مشاكل في الويل بور ستابيليتي او الويل بور انستابيليتي، يعني عدم استقراريه الطبقات المحفوره، خاصه لو كنا نحفر في طبقات الشيل وكنا مسلطين على هذه الطبقات هيدروستاتيك بريشر معين، ونتيجة للوس سيركوليشن حدث انخفاض لهذا الهيدروستاتيك بريشر، وبالتالي راح تصير مشاكل وتساقط هذه الطبقات وانفصالها عن طبقات، يعني راح تتساقط عن طريق الشاوت او سلافنج. ليش؟ لانه صار عندي اختلال او اختلاف في الضغط. فاللوس سيركوليشن يعتبر مشكلة لانه مفتاح للمشاكل، ولانه بوابه للمشاكل ومقدمه لحدوث الكثير من المشاكل مثل الستك بايب والويل بور انستابيليتي والكيك والى غير ذلك من المشاكل المرتبطه باللوس سيركوليشن. طبعا اللوس سيركوليشن راح يصير في مناطق معينه وفي طبقات معينه، عاده هذه الطبقات تكون ضعيفه في التماسك او تكون هايبر موبيليتي او هايبروستي. من ضمن الطبقات اللي تصير فيها مشاكل اللوس سيركوليشن اللي هي الهايبر موبيليتي فورميشن، الطبقات اللي يكون فيها النفاذية عالية، وعادة الطبقات اللي تكون فيها النفاذية عالية مثل طبقات الساند يكون الترابط فيها ضعيف جدا. أيضا يصير في الطبقات اللي فيها كسور طبيعية، كسور نتيجة للتكوينات الجيولوجية والعمر الأرض، فكلما كانت هناك منطقة فيها كسور طبيعية أو تشققات طبيعية فشيء طبيعي راح يصير عندي loss circulation. ايضا يصير عندي في المناطق اللي فيها تكهفات، رقم ثلاثة المناطق او الطبقات او التكوينات الارضية اللي موجود فيها تكهفات او تجاويف، سواء كان لان كان فيها ماء وتم سحب الماء او لان طبيعتها وطبيعة التكوينات الجيولوجية حدث فيها تكهفات، فبرضه هذه المناطق اثناء عملية الحفر او الاختراق هي مرشحة ومهددة لوقوع اللوس سيركوليشن. ايضا من الطبقات الاخرى اللي يصير فيها اللوس سيركوليشن هي بعض الكسور اللي تم تحفيزها، هناك بعض الكسور وهذا راح نتكلم عليه في الويل بول بالونينج، راح نتكلم عليه هذا الموضوع بالتفصيل. في بعض الحالات تكون هناك بعض الكسور الصغيره جدا او كسور طبيعيه لكنها صغيره، او يعني كسور صغيره تشققات بسيطه، لكن اثناء عمليه الحفر و ارتفاع الهيدروستاتيك بريشر اللي انا نحتاجه مثلا لمعادله الفورميشن بريشر راح يصير عمليه دفع لهذه السوائل باتجاه هذه الشقوق، وهنا راح يصير عندي لوست سيركوليشن.
فهذه هي التكوينات بشكل عام، هذا هو ملخص لهذه التكوينات. تركيبها مثلا يعني على سبيل المثال يدير في مقارنة ما بين 3 أنواع من أو 4 أنواع من المكونات أو تكوينات. أولا الطبقات اللي هي ما هيش متماسكة زي طبقات الساند، والطبقات اللي فيها كسور طبيعية زي هذه طبعا طبقات فيها كسور طبيعية، أو الطبقات اللي موجود فيها تكهفات، أو الطبقات اللي فيها كسور مستحثة يمكن إحنا نستحثها او نزيدها او نوسعها، وهذا راح نتكلم عليه في الويل بول بالونيك. مثلا انا عندي في الطبقات الغير متماسكه عاده يصير في عندي مد لوس او لوس سيركوليشن كامل كومبليت، يعني المد يصير يختفي تماما من الخزانات. ليش؟ لان عاده مثل هذه الطبقات زي طبقه الساند يكون فيها عدم تماسك، وبالتالي لا توجد فيها مثلا راح تكون برميبلتي بتاعها عاليه، وهنا راح يصير فيها فقدان كامل لسائل الحفر بمجرد ان احنا نحفرها. لهذا في الخطوه الثانيه او في المعلومه الاخرى يقول لك راح يصير احتمال يصير عندي كومبليت لوسز، وراح نتكلم عن انواع اللوسز في المحاضرات السابقه. ايضا هذه الطبقات من السهل ان هي تكون منكسره، او من السهل ان هي تتكسر لانها هي غير متماسكه، لا توجد ترابط بين جزيئاتها. ايضا هنا عندي الناتشرال فراكتشر فورميشن اللي هي الكسور، الطبقات اللي فيها الكسور الطبيعية تقع في أي طبقات من الكسور الطبيعية اللي تصير في أي مكان وفي أي طبقات. ومثلا هنا اللوس فيها أو فقدان اللي يصير فيها يتدرج، يبدأ في الأول حاجة بسيطة وبعدين يزيد إلى أن يصير كومبليت الفورميشن جنرالي. هنا طبعا يعتبر الطبقات هذه اللي هي الناتشرال فراكتشر فورميشن بشكل عام هي تعتبر غير مثلا غير لا توجد فيها نفاذية أو غير نفاذة، لكن بشكل آخر أن هي الطبقات هذه أو عملية اللوس أو حدوث الكسور فيها يعتمد بشكل رئيسي على قوة أو ضعف الطبقات المحفورة. الطبقات المتكهفة اللي هي أصلا موجودة في داخل في عمق الأرض ونتيجة للعوامل الجيولوجية المختلفة المرتبطة بالتكوينات وعمر الأرض، راح نلقى فيه تكهفات أو طبقات فيها تكهفات أو فيها تجاويف، بمجرد ما يتم حفرها يصير عندي لوسز. عادة تكون هي طبقة اللايمستون أكثر شيء يصير فيها تكهفات، واللايمستون هي أكثر طبقات تحتوي على الماء، وشيء طبيعي لما يتم السحب المستمر والعشوائي وغير مدروس للماء راح يصير عندي فراغات، يعني نحن نسحب الماء من اللايمستون ويصير مكانه فراغات، فنحن هنا راح تكون في تكهفات بمجرد ما نحن نحفروها تهرب إليها كمية كبيرة من سائل الحفر. عادة اللص في مثل هذه الطبقات اللي موجودة فيها التكهفات يصير بشكل مفاجئ، يصير بشكل مفاجئ وبشكل كامل. نجي نحفر نحن في اللايمستون مثلا في طبقة اللايمستون في البدايات ما يصيرش عندي اي لوسز، ما بيصيرش عندي اي مؤشر لفقدان سائل الحفر، لكن فجأة يصير عندي لوسز دفعة واحدة ويصير كومبليت كامل، يعني كمية كبيرة من سائل الحفر تختفي، وهذا مؤشر ان حفرت اللايمستون، وهذا مؤشر ان موجود فيه تكهف خدا كمية سائل الحفر دفعة واحدة، لان عادة اللوسز يصير على مراحل سيبج بارشيال كومبليت توتال وهكذا يعني بالتدريج. ايضا طبعا الحفر عاده يصير معقد ويصير صعب شويه قبل الوصول لمثل هذه الطبقات خاصه في اللايمستون، وايضا راح يصير في عندي انهاك او مثلا كفاءه البت تقل نتيجه للحفر في هذه الطبقات. انتيوزد فراكتشرز اللي هي الكسور المستحثه عادة تكون في الطبقات الضعيفة، يعني هي كسور بسيطة أو كسور ضعيفة أو تشققات بسيطة، لكن تأثير سائل الحفر وتأثير الهيدروستاتيك بريشر يستحث أن هي تتوسع وتأخذ كمية كبيرة من سائل الحفر. عادة في مثل هذا النوع يصير عندي اللوس بشكل مفاجئ ويصير عندي كومبليت زي ما كنا نحن نحفره عادي، بمجرد ما نحن وصلنا لنقطة معينة اختفى عندي سائل الحفر بالكامل أو راحت كمية كبيرة، هذا يقول سدن يعني بشكل مفاجئ، وكمية كبيرة معناها كومبليت. يعني عادة اللوس هنا في مثل هذه الطبقات يكون مثلا مرتبط بالرن هول، يعني لما ننزل أنا للبير بالأنابيب وننزل بقوة كبيرة فالهيدروستاتيك بريشر او اندفاع سائل الحفر على الطبقات الصخريه يعمل على توسعه هذه الكسور ويصير عندي طبعا انا شنو اللوسز. خلينا الان نتكلم بشكل عام عن كل الطبقات اللي يصير فيها فقدان سائل الحفر. مثلا عندي الطبقات الاولى اللي هي تكون هايبرميبلتي، البيرميبلتي يكون فيها عاليه، البيرميبلتي عاليه يعني المسارات او القنوات بين
مكونات هذه الطبقة عالية جدا، فهذا يقولوا لها البيرميبيليتي، النفاذية العالية، واللي هي عادة تكون عبارة عن يعني مثلا بيتس، هنا ترسبات، مثلا ترسبات الصخرية، ديبليتد ريزرفوار اللي هي المكامن النفطية المستنفذة اللي يكون فيها الضغط منخفض جدا، يقولوا لها ديبليتد ريزرفوار، المكامن المستهلكة أو المستنفذة، الترسبات الصخرية مثلا على امتداد الطبقات المختلفة. عادة ما يكونش في ترابط كبير ما بين مكوناتها، لكن يكون في هاي بيرميبيليتي، بيرميبيليتي عالية. لما نجي نحن نحفر مثل هذه الطبقات عادة، يعني لما نجو نحن نحفر هذه الطبقات فيصير فيها لوسز، يعني في مثل هذه الطبقات يصير فيها لوسز، وراح يصير عندي انخفاض او اختفاء لراجع سائل الحفر من الفلو لاين. لما نجي نحفر هنا الطبقات، عندي السكشن اللي هو يسحب كمية سائل الحفر داخل البئر، وعندي أيضا خط آخر لسائل الحفر اللي هو سائل الحفر راجع من البئر. فلما نجي نحفر مثل هذه الطبقات اللي هي الطبقات اللي يكون فيها البيرميبيليتي يعني عالية، الفيرميبيليتي تكون فيها عالية، راح يصير عندي اختفاء أو ضعف أو كيف ما نقوله انخفاض للفلو لاين، انخفاض لراجع السائل الحفر. هذا مؤشر أن في كمية من سائل الحفر اختفت في داخل الطبقات. لهذا نحن دائما وأبدا يجب أن نخلي البير مليان، أو يصير البير يكون يعني فل ود سائل الحفر، حتى لو كان عندي البمب أوف. حتى لما تكون عندي البمب أوف، البمب مغلقة، المضخة بتاعت سائل الحفر مغلقة أو ما تشتغلش، دائما خلي البير عندي يكون فل، يعني معبى مد، حتى نتلافى او نتلاشى اي مشاكل يعني تقع. برضو يقول لك هنا the fluid level may be start to fall slowly، يعني the fluid level may be، لو ان نحن عندنا لو عبينا البير مثلا بكمية من سائل الحفر واغلقنا المضخات مثلا، فتلاحظ انت احيانا مرات يصير عندي انخفاض لمستوى سائل الحفر في داخل البير. هذا مؤشر ان نحن عندنا لوسز، او خذينا لوسز، او ان خشينا لمنطقه فيها بيرميبيليتي عاليه. المهم بشكل عام طبقات البيرميبيليتي، طبقات ذات النفاذيه العاليه اللي هي عاده مرتبطه بالدبليت الريسرفوار يعني نقول نحن الترسبات الصخريه او الترسبات الارضيه، هذه الترسبات والتكوينات الارضيه، التكوينات الارضيه عاده يكون فيها بيرميبيليتي مرتفعه، وشيء جدا متوقع انه راح يصير في عندي فيها فاقد لسائل الحفر يتدرج من بارشيال الى كومبليت الى توتال. فهنا يجب دائما الانتباه لطبقه البيرميبيليتي، خاصه لما نجي نحن نحفر طبقه وعارفين ان هي بيرميبيليتي يعني النفاذيه بتاعها عاليه، فشيء طبيعي ان نحن نتوقع ان يصير عندي لوسز. النوع الآخر اللي هو فقدان سائل الحفر في الطبقات اللي يكون فيها كسور طبيعية، يكون فيها كسور طبيعية، هذه الطبقات مرشحة أن يصير عندي فيها يصير عندي فيها لوسز. وهذه الكسور الطبيعية طبعا اللي موجودة طبعا منتشرة، راح يكون عندي 100% راح يصير عندي فيها لوسز. بشكل عام عادة أيضا يقع في الطبقات اللي يكون فيها عندي أوفر بالانس يوصل لعند ال 50 بي اس اي. طبعا كل ما يكون الهيدروستاتيك براشر أعلى من الفورميشن براشر، هذه نقولها نحن أوفر بالانس. الفرق ما بين الهيدروستاتيك براشر والفورميشن براشر، اذا كان 50 بي اس اي قد يحدث عندي فراكتشر، يصير عندي كسر في هذه الطبقات، وبالتالي نحن مرشحين لوقوع وقوع ان يصير عندي فاقد لسائل الحفر، يصير عندي فاقد لسائل الحفر. طبعا العلامات اللي تدل اني راح يصير عندي فقدان سائل الحفر في الفراكتشر فورميشن، يعني بشكل عام ان البير او ان البير راح يكون دائما غير مليان بسائل الحفر نتيجه لوجود الفراكتشر براشر، بما عندي مستوى سائل الحفر في هذه الطبقات منخفض بسبب هروب او تسرب كميه من سائل الحفر الى هذه الفراكتشر اللي هو الناتشرال فراكتشر. عاده هذه المشكله تصير عندي في الابار اللي هي الشالو او الابار اللي هي شالو او الاعماق اللي هي شالو او المتوسطه، يصير عندي فيها فقدان سائل الحفر. أيضا عادة ربما نتيجة للكسور، نتيجة الحركات أو الإجهادات أو المناطق اللي فيها إجهادات تكتونية أو حركات تكتونية، مرشحة هذه المناطق أن يكون فيها natural fracture،
وبالتالي متوقع أن يصير عندي فيها فقدان سائل الحفر. فهذا نوع من أنواع الطبقات اللي يصير فيه فقدان سائل الحفر، ودائما المهندس الشاطر يحاول دائما أنه هو يتصل بالجيولوجي ويفهم منه إذا كانت الطبقة اللي بيخشولها أو الأريا بتاعت الحفر هل هي مثلا بيرميبيليتي، هل هي فراكتشر بريشر، عشان ياخذ احتياطاته في إعداد سائل الحفر وإعداد أيضا طرق العلاج. الشيء الاخر، الطبقات الاخرى اللي يصير فيها عندي فقدان سائل الحفر هي التكهفات اللي موجوده في اعماق الارض، واللي عاده هذه التكهفات سببها نتيجه لوجود الماء مثلا، نتيجه لسحب عمليه الماء. بشكل عام التكهفات تكون منتشره في طبقه اللايمستون وطبقه الدولمايت وايضا حتى طبقه الاملاح، الطبقات الملحيه. وزي ما تكلمنا سابقا السبب انه هو ذوبان مثل هذه الطبقات نتيجه لوجود جراوند ووتر، الميه اللي موجوده في داخل اعماق الارض. فعاده الماء هذا يتسبب في ذوبان هذه الطبقات، او اثناء سحب الماء مثلا نجي نسحب الماء من هذه الطبقات ويخلي مكانها التكهفات او هذه المشاكل. بشكل عام طبعا يعني النوع هذا من انواع اللوسز من السهل جدا تمييزه والوصول اليه، من السهل جدا تمييزه خاصه في التكهفات. ليش؟ لاننا لما نحفر التكهفات، لما نحفر التكهفات ونخش على طبقه فيها كهف او فيها تكهف او فيها تجويف، فرح يصير عندي فقدان سائل الحفر بالكامل. هذه صارت معنا اكثر من مره، لما تجي تحفر انت عاده يعني متعارف عليه، لما تجي تحفر ويصير معك اللوسز، يصير معك اللوسز على مراحل. في الاول يصير عندك بارشيال، بعدين يتطور توتال، بعدين يتطور كومبليت، وراح نتكلم عليه في المحاضرات القادمه. لكن لما تجي تحفر انت وفجاه يصير عندك كومبليت لوس او فقدان كميه كبيره جدا من سائل الحفر، فشيء طبيعي تعرف ان هناك تكهف او تجويف كبير خدا هذه الكميه. لان عاده الكميات اللي تهرب من سائل الحفر انت بتمشي لتشققات بسيطه الى بيربيبيلتي، اوكي هذه مش راح تاخذ منك كميه كبيره، لكن تفقد فيها كميه بسيطه ويعطيك فرصه انك انت تعالج وتدير تريتمنت. لكن لو فقدت كميه كبيره دفعه واحده من سائل الحفر، فمعنى هذا انك انت خشيت في تكهف، وحتى عمليه المعالجه تبدا معقده وصعبه، تضطر انك انت تدير سمنت جمب ودير قصه ان ال سي ام راح تفشل في هذه المرة. وبرضه إلى جانب أنك أنت راح تفقد كمية كبيرة دفعة واحدة، راح يصير عندك انخفاض للويت أومبت، يعني الوزن المبذول على فاس الحفر راح يصير عنده انخفاض. ليش؟ لأن الفاس راح يقعد في كهف، راح يقعد في حفرة يبرد في مكانه. قبل لما كان في الطبقات السابقة في حالة البيرميبيليتي، الكهف عند الفاس عنده طبقات يحفر فيها، ففي ضغط مسلط على هذه الطبقات وفي وزن مسلط على الفاس اللي هو الويت أومبت. لكن لما يخش الفاس لطبقة فيها تكهف ويلقى نفسه في تجويف، حينها نفقد نحن الويت اون بيت، وهذا دليل ان نحن دخلنا الى تكهف وصار عندي في لوسز. تمام. اللوسز ايضا اللي يصير كذلك في حاله الانديوسد فراكتشر اللي هي الطبقات المستحده. طبعا هذا موضوع مهم جدا يعني ودقيق. عاده الكسور المستحده او الكسور يعني نحن نستحث او نشجع على وقوع هذا النوع من الكسور، قد يكون تشقق بسيط جدا، لكن نتيجة لشيء ما أو اختلال في خواص سائل الحفر نحن ساهمنا في توسعة هذا الكسر وتطويره وزيادة حجمه، فبالتالي خدا كمية من سائل الحفر. وهنا تأتي عملية الاي سي دي اللي هي الكوفلنت سيركوليتنج دينستي، وهذا موضوع مهم جدا للغاية. الاي سي دي هي خط الدفاع الثاني ما بين المد ويت والفراكتشر بريشر، ما بين المد ويت والفراكتشر بريشر. نحن دائما الاي سي دي تعتبر مهمة خاصة في الدبليتد ريزرفوار. فالاي سي دي هي خط الدفاع الثاني بعد المد ويت. المد ويت هو الهيدروستاتيك بريشر، هو خط الدفاع الأول. فالاي سي دي دائما تكون أعلى من المد ويت، بس في نفس الوقت تكون أقل من الفراكتشر بريشر، لأن الاي سي دي لو تجاوزت الفراكتشر بريشر راح يسبب لي هذا في كسر الطبقات. بس برضو الاي سي دي لو اقتربت كثيرا من الفراكتشر بريشر راح تسبب لي مشاكل، راح تستحث للكسور، راح تبدا في تكوين كسور، راح تهيئ لي كسور، وهيك راح يصير عندي فقدان سائل الحفر. تمام. في حاله حفر مثل هذه الكسور المستحثه، شنو هي العلامات اللي تدل على اني ناخذيت يعني خذيت فيها لوسز او وقع لي فيها لوسز؟ من ضمنها مثلا على سبيل المثال يحدث اللوسز اثناء السيرج بريشر، اثناء السيرج بريشر وانا نازل بانابيب الحفر بسرعه كبيره جدا. انا لما ننزل بسرعه
نسلط في ضغط على سائل الحفر، سائل الحفر راح يسلط ضغط على الطبقات، وبالتالي قد يسبب لي في إحداث أيضا إحداث يعني استحاثة أو تنشيط لهذه الكسور، وبالتالي يصير عندي فاقد لسائل الحفر، أو أحيانا أيضا يصير عندي أثناء عملية الكونكشن أو تريبنج بشكل آخر. نحن بشكل أو بآخر عادة تنشيط هذه الكسور أو دفع سائل الحفر بالدخول إلى هذه الكسور البسيطة وحدوث فقدان سائل الحفر يكون نتيجة لإنزال الأنابيب بسرعة كبيرة جدا. هذه السرعة تولد سيرج براشر، هذا السيرج براشر يضغط على هذه الكسور ويساهم في امتصاصها لسائل الحفر. أيضا على سبيل المثال يحدث هذا النوع من الفقدان في طبقات اللي هي الكسور المستحثة نتيجة لزيادة وزن سائل الحفر. مرات نحن نزيد في وزن سائل الحفر بشكل روتيني، نحتاج لزيادة وزن الحفر نتيجة لظروف طارئة أثناء الحفر. فزيادة الوزن معناها زيادة الهيدروستاتيك براشر، معناها زيادة في الاي سي دي، وبالتالي قد تقترب الاي سي دي من الفراكتشر براشر وتسبب في عملية توسعة وتنشيط هذه الكسور. ايضا هذا النوع من انواع الفقدان يحدث اثناء عمليه الكيك والكل اوبريشن، لما نجي نقتل البير او يصير عندي اندفاع لغازات المكمن او مواعي المكمن، فقد تنشط هذه الكسور ويزداد حجمها، وبالتالي نتيجه لزياده الضغوط الممارسه عليها فبصير عندي لوسز. او اثناء الكل اوبريشن لما نجي بنقتل البير وندير الكل مود ويت، قد يكون الكل مود ويت عالي، فنتيجة الكل مود ويت عالي وأنا موجود في منطقة فيها كسور مستحثة وكسور قابل إني أنا نزيدها ونزيد في الحجم بتاعها ونتسبب فيها، فهنا راح يصير عندي أيضا اللوسز. بشكل عام أيضا هذا موضوع آخر مهم يعني راح نتكلم عليه حتى في ويل بور بالونينج. أنت لما تجي تطفي المضخة تشتغل بضغط معين، وكان عندك هيدروستاتيك بريشر وكان عندك اي سي دي، لما تجي تطفي انت المضخه وتوقف العمل راح يختفي عندك طبعا الهيدروستات، يعني راح يقل عندك الاي سي دي، راح تقل عندك لان الانيولار بريشر لوسز زيرو. هنا مرات البير يعطيك كميه من المد وهو اخذها مسبقا، فهي هذا الموضوع يقول الويل بور بالونينج، واللي راح نتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل في المحاضرات القادمه، وراح تعرفوا شو الفرق ما بين الويل بور بالونينج وما بين اللوس سيركوليشن. في فرق بيناتهم في الميكانيزم، في الآلية، في العلامات الدالة، عشان تقدر تعرف إذا كان أنت عندك لوست أو لا. لأن البالونينج أو الويل بور بالونينج ماهوش لوس سيركوليشن، أو يمكن يعتبر أنه هو لوس سيركوليشن مؤقت، لكن مش راح يكون في تريتمنت ولا راح يكون في علاج ولا راح يكون في إضافة للإل سي إم. بعكس اللوس سيركوليشن راح يكون في شغل كبير و يعني مجهود كبير حتى نحن نعالجه هذا الامر. بشكل عام طبعا الموضوع الطبقات اللي يصير فيها فقدان سائل الحفر تعتبر انك انت تدرس هذه الطبقات وتعرفها امر ضروري ومهم، يستحسن ويحبذ دائما ويفضل قبل ما تجي تحفر اي طبقه وتجهز لها سائل الحفر تسال الجيولوجي او المد لوجر يقول شنو الطبقه اللي جايين، يعني احنا كان قال لك لايم ستون ودولومايت والسولت، معناها انت حاط في بالك راح يصير عندك قد تجد تكهفات، وبالتالي تبدا واخذ الحذر والاحتياط من كميه سائل الحفر في الخزانات. قد يقول لك مثلا والله عندنا طبقه فيها هايبر ميبريتي، فانت متوقع جدا ان يكون عندك فقدان سائل الحفر، قد يتدرج يعني من بسيط الى حاد. لما يقول لك والله عندنا لايم ستون ودولومايت وطبقات ملحيه، انت هنا تتوقع ان راح يصير عندك قد تجد تكهف اثناء عمليه الحفر، وبالتالي متوقع ان يصير عندك فقدان سائل حفر كامل. يجب دائما وابدا انك انت تعرف الطبقه اللي تبي تخش لها عشان تجهز لها سائل الحفر المناسب لها، وفي نفس الوقت تاخذ احتياطاتك لاي مشكله قد تقع في هذه الطبقات. ان شاء الله المحاضرات القادمه ناخذ تفاصيل اكثر عن اللوس سيركوليشن. تحياتي الطيبه لكم، خالد الساحلي.